بداية الصيف والعطلة المدرسية بيحتار الأهل شو بدهم يعملوا نشاطات لأولادهم اللي بيستمتعوا فيها وبنفس الوقت يحققوا لهم الفائدة والتعليم. أكيد اليوم رح نحكي عن نشاطات الصيف للأطفال مع الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديب. صباح الخير رندا، صباح أهلا النور، وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم. هلا يسعد فيكي. صباح يسعد صباحك عن يسعد جديد. صباحك. خلينا نحكي شوية رندا، يمكن بلشت العطلة وبلش النق وبلش بقى الأولاد بدهم يفرغوا كل طاقاتهم، كيف فيهم الأهل يوجهوا طاقات هالولاد بشي مفيد وتعليمي؟ رح نحكي اليوم عن شق كتير أساسي بالأنشطة المنزلية اللي ما لها أي كلفة مادية، وبكتير بتحكي على وبتنمي مجالات ومهارات التفكير عند الطفل، اللي هي إعادة التدوير. شو معناتها إعادة التدوير؟ هو أني أنا حول شيء غير مفيد أو استهلكته لشيء مفيد أو له عدة استخدامات تانية. فهون أنا كيف بشتغل عليه لنمي مهارات التفكير عند الطفل؟ لما أنا مثلا ممكن ببدأ كأم بحوار مع طفلي بأنه شو بعطيه مثلا ممكن ألم، وبسأله أنه شو ممكن أنا أعمل فيه، حيقول لي أول شيء أنا بكتب فيه، بعدين بحاول أنه شو ممكن أعطيه لحتى أخرج شوي عن المألوف بطريقة التفكير، وصل أكثر من 10 استخدامات لهالمثال اللي أعطيتكم إياه. نفس الشيء أنا بشتغل بمبدأ إعادة التدوير، اللي هو بتعرفوا أنتم هلأ كمان صار المشكلة الأساسية عنا هو كم النفايات الهائلة اللي عم تكون دائما عم تسبب مشاكل للبيئة. فلما أنا بعلم طفلي من عمر بكير كيف يفرز، كيف يصنف النفايات، كيف ياخذ شيء معين انه لا هي انا ما رح كباي رح خبيها ممكن استخدمها بهيك، فهذا بيعلي مهارات التفكير عند الطفل وبيساعد البيئه، وبنفس الوقت بيعبي له وقته بشكل كامل، خصوصي اذا كان في وضع معين ما بيخليني انا اقدر ابعته لنشاطات خارجيه. فأنا وكتير ممكن خصص له مكان معين بالبيت واشتغل على هذا الموضوع، وفيني استخدم كتير وسائل بسيطة ومواد كتير بسيطة غير مكلفة وبنفس الوقت كتير ممتعة وبيقضي الطفل كتير وقت منيح فيها. يعني رندا بنعرف عنك لما بتختاري يمكن أي نشاط أو أي ملاحظة لأي طفل فبيكون وراها كتير قصص وكتير أسباب. اليوم إعادة التدوير فوائدها الاجتماعية وأيضا النفسية للطفل، ليش إعادة التدوير يعني دون باقي النشاطات يلي ممكن الأهل يعلموها أو يحاولوا يحصروا أولادهم فيها خلال فترة الصيف؟ نشتغل بشيء أساسي على نفسية الطفل هو يتعلم دائما إيجاد حلول بديلة. نحن بنشتغل بشيء بسيط اللي ممكن أنا أعطيه شوكة بلاستيك اللي شو ممكن تعملي فيها، بس أنا هون بكون عم بزرع فيه خطوات أساسية لمستقبله كيف يقدر يكون عنده حلول بديلة لأي مشاكل بتواجهه بحياته، سواء الاجتماعية سواء الأكاديمية سواء حتى مشاكله اللي ممكن المطبات اللي تواجهه أثناء حياته وبناء النفسي. فهذا كتير حيعطيه مرونة بالتعامل. فكرة المنشأ الأساسي بإعادة التدوير هي تنمية الإبداع عند الطفل. لما أنا بشتغل على خياله وكيف ممكن يحط إضافات بسيطة على شيء ما كان له أي فائدة وصار له فائدة واستخدمه أو اكتسب فيه معلومة جديدة، خصوصي نحن ده بنستفاد منه كتير بالتعلم، فهذا كتير بيساعده بيعطيه شعور بالإنجاز، بيعطيه شعور بالثقة الزايدة، بيعطيه مو الثقة الزايدة عفوا الثقة الثبات النفسية. فهاد كتير بيعطي إمكانات غير المهارات الحركية وغير التآزر اللي رح بيصير بين عينه. التآزر هو كيف ينسق حركة عينه وإيده وبإنجاز أي عمل. طب خلينا نحكي رندا لك، انا يمكن كانت عم تقول لك فرح انه هذا النشاط يمكن اخترتيه بعنايه طبعا للظروف اللي عم بتخضع لها كل العائله السوريه، يمكن توتر ضغط خوف على اولادها انه يبعثوها على انشطه او حتى ضائقه اقتصاديه مثل ما بنعرف، فهذا شيء تعليمي مفيد وايضا بيسلي يعني كمان. فخلينا نحكي عن ايضا مسؤوليه الام ايضا بمتابعه اولادها بهيك قصص خاصه اللي بتعطيهم ذكاء، بتعطيهم قدرات عقليه، بتعطيهم وقت من التسلية والمتعة تشاركهم هي اللحظات كمان.
تمام. لما ممكن مثلا يكون قاعدين ب ب مثلا معه لعبة معينة وعم بيلعب فيها، فممكن يكون معه علبة تبع هي اللعبة بغض النظر شوي، فهي راحت على الشيء اللي أنا راح أتلفه من الـ من الـ من اللعبة اللي هو عندها، فحتقول له أنا شو ممكن أعمل فيها، ممكن أعملها صندوق، ممكن. فهي وتبلش تعطي بداية الخطوة الأولى بأفكار معينة، ممكن أعملها درج، ممكن أعملها، فحتنمي له هذا الخيال وحتخليه تساعده لحتى هو بالمستقبل يعتمد على نفسه ويعتمد على مخيلته بهذا الشيء. لما بتكون عطيته مواد آمنة ويشتغل فيها بزاوية، تخصص له زاوية معينة. نحن أغلب الأهل هلأ أنه دائما عم بيوسخ لي، دائما عم بيخرب لي دائما، فهي الشكاوي حتتراجع كتير، لأنه بالعكس حتشوف الأم مدى تطور تفكير ابنها. رح أحكي كمان على نوع تاني من الألعاب اللي ممكن الأم تستفاد منها بالبيت، وكمان هي ما لها مكلفة، هي اسمها الترجمة تبع الألعاب الموسخة. هي لما أنا بعطي مساحة لطفلي أنه أتركه على حريته، بنفس الوقت هاي الحرية رح بتكون بجزء بسيط، هي مقيدة باستقلاليته لما هو حيرجع يرتب كل المكان اللي وسخه أو اللي كركبه مثل ما أغلب الأمهات بتحكي. فلما بتكون هاي المساحة هي مخصصة للطفل، وفي هلأ مثل أغلب النشاطات ممكن يكون مثلا البيت في بلكون، ممكن يكون البيت له حديقة، ممكن ما يكون في هاي المساحة، ممكن أنا أجيب له حوض صغير مخصص له بزاوية معينة، ممكن أحط له فيه. هلأ أنا رح أقول لك شو الاحتمالات اللي بس يمكن ما الأهل كتير يتقبلوها، هي ممكن الطين، الرمل، ممكن. يعني أنت عم تقولي كل شيء بوسخ. هلأ في كمان في شغلات أنه مثلا ممكن تعطيه ينظف، يعني ممكن تعطيه مثلا ليفة وصابون ومي وتعطيه ألعابه تقول له نظفهم، فهو أكيد حيوسخ ولو أنه مي وصابون. فهي الفكرة من هون خصوصي الطين هو ملامسة للمواد الحقيقية. أنا هيك بكون بعدته بنشاط يرغبه ويحبه، بعدته عن الإلكترونيات وبعدته عن الشاشات اللي حتخليه دائما متوتر، دائما عنفه زايد، دائما ردات فعله ما لها مدروسة. بعكس هدول النشاطات هي دائما بتعتمد على زيادة تركيز، زيادة الانتباه، بتعتمد على المهارات الحركية الدقيقة، كيف ممكن أنا يكون لي شكل معين فيهم، وبنفس الوقت تعطيه مساحة من الحرية لتفريغ القلق والتوتر. وهذا غير المناعة اللي بيكتسبها. في آخر دراسات بتقول أنه البكتيريا اللي موجودة بالتراب هي شيء أساسي لتقوية مناعة الأطفال بالعمر المبكر. وبنفس الوقت حتعطيه كيف يتحمل مسؤوليته، أنه مسؤولية نفسه، أنه هو بعد ما عمل هذا الشيء فهو حيرجع يدبه وينطفه، لأنه بده يرجع يلعب فيه بالفترة اللاحقة. يعني رندا اليوم عم نحكي عن مستوى متفاوت من الوعي عند العائلات السورية وغيرها، يعني بعض العائلات يمكن عندها وعي كتير كبير بتقدر توجه طفلها حتى عندها وعي لإعادة التدوير وشو قيمته وأهميته، لكن ما فينا ننكر أنه بعض الآخر يمكن بيفتقر لهذا الشيء. فاليوم قد ايه بتشوفي انه النشاطات المنزليه لهي العائلات بمختلف مستوياتها هو فعلا على قدر المسؤوليه انه ينمي شخصيه الطفل ونوصل نحن للاهداف المرجوه منه؟ للحقيقه هو صار عنصر اساسي بحياتنا، خصوصي من بالوضع الاقتصادي وبالوضع البيئي اللي عم نعيش فيه بكل العالم مو بس عنا. هي فكرة الكم الهائل، برجع وبحكي للنفايات أو لفكرة أنه الطفل دائما عنده شيء ما له قيمة. لما أنا بعطيه بزرع له فكرة أنه أي شيء بسيط له قيمته، وأي شيء بسيط أنا ممكن استفاد منه وممكن يعبي لي وقت كافي من المتعة ومن الفائدة، فهذا بيساعد كتير ببناء شخصيته، وبيساعد كتير لحتى علمه كيف
يعطي قيمة معنوية ومادية للشيء مهما كان بسيط. هذا بيتعمم على علاقاته الاجتماعية، هذا بيتعمم على علاقته بالأشياء، سواء بالبيت وسواء خارج البيت، سواء بالممتلكات العامة. فلما أنا بعلي قيمة المعنوية والمادية لشيء هو ما كان له قيمة عند الطفل، فهذا كتير بيعطي صفات وسمات كتير جيدة للطفل ومستقبله. لندا، يمكن هلا كل ام عم بيدور ببالها سؤال، انه هل انت مع الانشطه الدراسيه بفصل الصيف للاولاد، يعني انه مثلا كمان يروحوا يسجلون بمدرسه صيفيه، او انك ضد هي القصص؟ اللي عم نشتغل عليه اغلب الاوقات بالصيف هي مبدا يعني الانشطه الترفيهيه بإعادة التدوير أو بالألعاب الموسخة. هي فكرة أنه مثلا أنا ممكن أعطيه أحرف خبي له ياهن بالرمل وقل له طلع لي ياهن، ممكن قل له مثلا أعطيه صحن كرتون قل له عمل لي منه مثلا شو ممكن ضف له ليصير قطة مثلا تعليمي. تمام. فأنا غنيت له مفرداته اللغوية بحسب ما كانت اللغة اللي أنا عم بعلمه إياها، وبنفس الوقت ما بتتخيلي قد ايه الحركات الدقيقه بمسك الشيء لزقه او شيء قصه، قد ايه هي مفيده ليطلع كتابته متميزه وخطه متميز. فهو حيتعلم بدون ما يعرف، هلا بصفى وضعه بمكان كأماكن نوادي أو اتركه بالبيت، هذا صفي اتجاه بس للناحية المادية. وقد ايه هو علاقته الاجتماعية، في حدا من عمره ولا لا؟ إذا ما في حدا من عمره يلعب معه أو يكون هاي الصداقات، لا يفضل يقعد بنوادي أو بأماكن تعليمية ترفيهية. أما إذا كان في حدا إخوة بالبيت، ولاد خالي، جيران، بأمن أنا أتركه معهم، فلا ليه فيني أنا إذا كنت كأم على وعي كافي فيني لا أنا أعطيه نشاطات بالبيت وقل له يشتغلها. فيني قل له ببساطة في عندك هاي الغرفة أعطيني أي شكل فيه بيشبه الحرف اللي مثلا بدنا نتذكره هالأسبوع، فهذا كله. أو عطيني عدة ألوان، كم لون شفت بالغرفة من هذا اللون مثلا. فهي شغلات تعليمية أساسية بسيطة، وهو حيشعر بمتعة وروح المنافسة، خصوصي إذا يعني كانت أمه اللي عم تشاركه هذا النشاط. لكن رندا، بالنهاية نساعد الطفل حتى يختار الألعاب المناسبة لعمره ويختار الألعاب الهادفة دائما خاصة بفترة الصيف، فكيف نحن بنعرف أنه نحن فعلا وصلنا للهدف، سواء تنمية الإبداع، تنمية الخيال وغيره من الأهداف اللي يمكن كل امرأة وكل أم بتحاول أنه تزرعها بابنها؟ كيف بتقول فعلا أنا اليوم نجحت بهذا الشيء؟ بتلاقي الأمهات وقت بلش نحن ننصحهم أنه تبعوا هاي الطريقة بالتعليم، هو بيكون دائما بيعذبها، ما بيقبل يقعد على الدرس، بتعطيه مثلا بتبعته يجيب له شيء مثلا من المطبخ، فهي عم تعطيه مثلا أمر من أمر واحد ينفذه ويجي، فهو أحيانا بينفذه بس وقت تعطيه مثلا أمرين أنه مثلا شعل الضوء وسكر الباب، فهو حيسكر الباب وما يشعل الضوء. فهي الشغلات اللي ممكن تتعلق بالذاكرة، بالانتباه، بالتركيز، هي كلها حتلاقي الأم بعد مرور فترة أنه فعلا أنا فرق معي، صار بيعطيني حلول إذا عطيته. ممكن حتى بالفترة المرحلة الدراسية كمان ممكن تلاحظ النتيجة أكثر عليها. تمام. هي بعد فترة، هي مثلا إذا اشتغلت بالصيف حتلاقي المنتج بالأكيد على بداية العام الدراسي أنه هو عنده حلول أكثر للمشاكل، قلقه خف، توتره خف، مقاومته للإحباط زادت، صار إذا صار معه أي موقف بيقدر يتصرف فيه على قد قدراته يعني وحسب عمره. بس أكيد مهاراته لح تتوسع، وأكيد عن تجربة كتير حيفرق موضوع الأكاديمي من لما بدها تشتغل بهي الناحية الترفيهية، خصوصي بهي الفترة. هلأ في معه وقت لأنه يفرغ هاي الطاقة ويفرغ هذا التوتر ويفرغ هذا القلق بنشاط مفيد وتخليه يطور كل مهاراته خصوصي الحركية. طب رندا، يمكن هلا نحن بعصر صار فيه مواقع التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، حتى التلفزيون، او يمكن اي لعبه يمكن يلعبها على الموبايل، فهل كمان انت مع هي القصه، خاصه انه صارت كثير دارجه حتى للام عم تلهي اولادها فيهم؟ تمام. هلا الفكره انه هون دائما له وجهين، سلبي وايجابي.
انا بفضل انه قد ما بنقدر نبعد عنهم، لانه كم المسيرات البصريه اللي عم بياخدها من الشاشه هي كثير عم تكون مضره، وعم بتخفف له من انتباهه، وعم بتخليه يحصل على متعه بدون جهد. فهذا بالمستقبل ما حيخليه يكون يسعى لاي شيء يبذل مجهود عليه لحتى يحصل عليه، لانه كله عم بيجي من هالشاشه الصغيره. فلما انا ببدل حيستهوي اكيد هدول النشاطات اللي حكينا عليها خلال حديثنا، حيستهوي اكثر من انه يقعد جنب شيء الكتروني ويحصل على المتعه اللي هو بده اياها، لانه حيلامس كل حواسه بشيء بايده، فهذا اكيد رح بيكون يشده اكثر وحيكون بديل. يعني هي حتسحب شيء الكتروني وحتعطي شيء تفاعلي اكثر درجه بدرجه هيك لحتى تسحبه. ما فيني انا ابدا منع يعني بشكل كامل انه بلا، فيها هي بإشرافها ممكن تعال نشوف كيف فينا نعمل من معلقة مثلا حيوان معين أو لعبة معينة شو ممكن نضيف عليها، ممكن تحضر هذا الشيء هي وياه وبعدين يطبقوه. فغير هيك أنا بفضل أنه قد ما فينا نحاول نلاقي بدائل. نعم، يعني نحن أكيد نتشكر وجودك معنا كتير رندا، ونتمنى هي العطلة الصيفية تكون دائما بنتيجة وبأهداف مرجوة لكل الأطفال وما يعذبوا أمهاتهم كتير. إن شاء الله. شكرا لوجودك رندا معنا على المعلومات اللي عطيتينا. شكرا.